بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل محبي ومتابعي موقع مشروح في حلقة جديدة من حلقات الموقع. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعلم كيف يمكننا تعزيز خصوصيتنا وحماية معلوماتنا الشخصية أثناء تصفح المواقع من خلال إرسال طلب لا تتعقبني أو لا تتعقب نشاطي إلى المواقع. هذا الخيار تتيحه مجموعة من المتصفحات، وسنرى إن شاء الله كيف يمكننا فعل ذلك على أكثر المتصفحات استعمالا. أتكلم عن الإنترنت إكسبلورر باعتباره المتصفح الافتراضي للويندوز، أتكلم عن العملاقين جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس، وأيضا عن متصفح أوبرا. إذا نذهب مباشرة إلى التطبيق، نقوم بفتح إنترنت إكسبلورر، بعد ذلك نأتي مباشرة إلى هنا أوتيل أو بالإنجليزية تجد تولز، ثم نختار الخيار الأخير أوبسيون إنترنت أو بالإنجليزية تجد العكس إنترنت أوبشنز، ثم نأتي إلى أفانسي أو بالإنجليزية تجد أدفانسد، ثم ننزل إلى الأسفل قليلا تجد هذا الخيار أنفوي لي دوموند دو نوت تراك أو سيت كو فو فيزيتي دون إنترنت إكسبلورر أو بالإنجليزية تجد كما في السهم. قم فقط بالتأشير على هذه الخانة، ثم بعد ذلك اضغط على أبليكي أو أبلاي ثم أوكي. نأتي إلى متصفح أوبرا، بعد فتح المتصفح نأتي إلى هنا أيقونة الإعدادات، ثم نختار سيتينغز أو بالفرنسية تجد باراميتر، بعد ذلك نأتي إلى هنا برايفاسي أند سيكيورتي، اضغط عليه ثم تجد هذا الخيار الأخير Send a do not track request with your browsing traffic، فقط نقوم بالتأشير عليها. تظهر هذه الرسالة، يمكنك قراءتها للحصول على مزيد من المعلومات، ثم نضغط على OK. ننتقل الآن إلى متصفح موزيلا فايرفوكس. مباشرة بعد فتح المتصفح نذهب إلى أيقونة الإعدادات، ثم نختار Option أو Options، ثم نعيد نفس الخيار Option، ثم بعد ذلك نأتي إلى Privacy هنا كما تلاحظون. تجد عندك خيارين، هذا الخيار الأخير Do not tell sites anything about my traffic preferences، أو هذا الخيار الأول Tell sites that I do not want to be tracked. الخيارين معا يقومان بنفس الوظيفة، إذا الخيار الأول أو الثالث قم بالتأشير على أحدهما ثم اضغط على OK. نأتي إلى المتصفح الأخير في هذه الحلقة وهو جوجل كروم. مباشرة بعد فتح المتصفح نذهب إلى أيقونة الإعدادات، ثم نختار Settings أو Parameter، بعد ذلك ننزل إلى الأسفل قليلا تجد هذا الخيار عندك Show Advanced Settings، نضغط عليه ثم نأتي إلى Privacy هنا، تجد آخر خانة هنا Send a Do Not Track Request with your browsing traffic، نقوم بالتأشير عليها ثم مرة أخرى نضغط على OK. وبهذا تكون قد أرسلت طلب عدم التعقب للمواقع عبر المتصفحات التي رأينا. وللمزيد من الحلقات والمقالات المتميزة وأيضا الحصرية يمكنك دائما زيارة موقع مشروح، كما أدعوك للاشتراك في قناتي مشروح الأولى والثانية إن لم تكن من مشتركيهما بعد، فقط بالضغط على كلمة يوتيوب. وأتشرف بانضمامك إلى متابعي ومحبي موقع مشروح على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك تويتر وجوجل بلس، كما أسعد بصداقتك على صفحتي الشخصية على الفيسبوك. كل معلومات التواصل تجدها على موقع مشروح وأيضا في وصف الحلقة على اليوتيوب. إلى أن ألقاك إن شاء الله في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.